الحكومة المتضمنة عملية إدماج حاملي الشهادات الجامعية. اليوم بشرنا العملية على مستوى ولاية الجزائر العاصمة. العملية هذه ستمس 704 شاب جزائري وشابة جزائرية. اليوم الانطلاقة كانت على مستوى المؤسسات العمومية الاقتصادية المحلية، حيث أشرفنا على تسليم عقود إدماج هؤلاء الشباب ل 44 شاب وشابة. هذه العملية رايحة تسمح أولا بالاستقرار النفسي والاجتماعي لهؤلاء الشباب.